sports. It's in the game.
أهلا بكم مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان. هذه أجواء حماسية، نلتقي مع حضراتكم في مباراة نتمنى بأن تكون بروعة هذه الأجواء. سأكون معكم من كابينة التعليق. والمباراة المرتقبة اليوم ضمن نمط سكواد باتلز، ضجة إعلامية كبيرة صاحبت هذه المباراة حتى قبل انطلاقتها. مع كل مباراة تكون هناك متعة جديدة، وفي هذه المباراة نأمل بأن نستمتع بلحظات ولمسات فنية مذهلة. نستعرض معكم الآن تشكيلة الفريق مع استخدام خطة 4-2-4 في هذا اللقاء. محاولة يشكل خطورة على الشاشة، تشاهدون تشكيلة الهاد فاريس. في المرمى راح يتواجد إيدرسون، ثم بنيسير عبد إلى جانب كفارديول في قلب الدفاع، وفي الأمام باولو ديبالا. سيبدأ مع رحيم ستيرلينج. Thank you.